نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سواعد أمل. أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي، هي مقولة شهيرة لوزير أعلام هتلر جوزيف جوبلز لإبراز الدور الخطير للإعلام. ومن هذا المنطلق خصص عدد من المجموعات الإعلامية عملها لأغراض التوعية المجتمعية، من بينها مؤسسة أرتفول، ونستضيف منها اليوم مدير الإنتاج نور عقاد. أهلا وسهلا بك سيد نور. أهلا بك. سنتابع والمشاهدين المادة التالية من إنتاجكم، ثم نعود لمتابعة حوارنا. من بين ألعابها خرجت من ذلك المنزل الذي قد يبدو يوما ما رحما يحتويها. كانت تلعب أمام منزلها حين رآها للمرة الأولى، فقدم نقوده مهرا، والوالد قال نعم. يبدو الاحتفال شيئا جميلا لطفلة تلهو. بين ليلة وضحاها تحولت إلى طفلة بجسد امرأة. حرمناها طفولتها وكبلنا يديها بالمسؤوليات، وتم تسليمها للمجهول. لن أقف مكتوفة الأيدي، فأنا من أقوم برسم مستقبلي. الزواج بعد بلوغ سن الرشد والوعي أسلم لي ولكم، فالتعليم من حق كل فتاة، والزواج المبكر لا يعني الستر والأمان، بل يخلف زيجات غير صحية، طلاق وأضرار نفسية، ويجب أن تكون الفتاة مشاركة في أي قرار يتعلق بزواجها. كما أن تأخير الحمل الأول حتى تبلغ الفتاة سن 18 يضمن حدوث حمل وولادة أكثر أماناً. الإنجاب في سن 18 ودون يجعل الفتاة عرضة للوفاة أثناء الولادة. سيد نور، أماني طفلة تزوجت وهي قاصر، لو تحدثنا كيف جاءت فكرة العمل وكم استغرق وقت العمل به؟ بالبداية دور الإعلام هو دور معالجة الواقع ومحاولة فهم الواقع وإيجاد حلول للمشاكل الموجودة. نحن كسوريين يعني خرجنا من بلدنا، معظم السوريين طلعوا على المخيمات أو يعني تشتتوا في مدن، سواء بتركيا أو دول أوروبية أو دول حول سوريا. الفكرة الرئيسية كانت طبعا هو كان بالتعاون مع منظمة القبعات البيضاء. نحن شاهدنا كثير من حالات زواج الأطفال وهن الصغار، يعني انت ممكن نشوف طفلة عمرها 13 سنة، وهي فعلا القصة حقيقية يعني صارت معنا. بأحد المخيمات نحن عم نصور، فتفاجأنا انه طفلة عمرها 13 او 14 سنة وهي حامل. فكانت هي مفاجأة كثير كبيرة لنا. السبب انه التزويج، يعني نحن حاولنا نستفسر عن الموضوع، فعرفنا انه من اهلها انه يعني الوضع المادي صعب. فكان هذا قصة حقيقية يعني فيك تقولي هيك. طيب، نتحدث هنا عن أهمية الإعلام التوعوي في المرحلة التي تعيشها سوريا. إلى أي مدى تعتقد أن إمكانية الوصول للفئات المستهدفة متاحة؟ نحن يعني في الناحية الإيجابية من هذا الموضوع، يعني اللي هي الوصول لهي الفئات المستهدفة. السوشيال ميديا كان يعني لها دور كتير كبير، يعني احيانا او في السابق كان اللي ما عنده تلفزيون ما بيقدر يشوف يعني، او ما بتقدر تصله الفكرة. والراديو كان يعني وصوله ضعيف او قليل، يعني خاصة المسافات البعيدة. بالضبط. حاليا بالسوشيال ميديا، الفيسبوك والتويتر وكل منصات التواصل الاجتماعي، عطت ميزة جديدة أو ما كانت موجودة سابقا، اللي هي الوصول لأي حدا. فهلا الصغير والكبير أكيد يعني عنده فيسبوك أو على الأقل بيفوت على النت، وهذا الشيء يعني سهل وصول رسالتنا لتقريبا كل الفئات، ونطمح يعني نغطي كل احتياجات المجتمع يعني، او بتسخير الفن لخدمة المجتمع. فهذا هو كان هدفنا الرئيسي من هذا الامر. من خلال عملك الاعلامي، ما هي افضل الطرق لايصال الافكار المهمة والكبيرة بابسط الطرق؟ هنا بيختلف الامر حسب الشريحة المستهدفة. فنحن وقت نستهدف اطفال، كان عندنا سابقا مجلة للأطفال، طبعا بسبب انه الحرب ويعني كثير من الأطفال انقطعوا عن الدراسة. فكان في مجلة اشتغلناها سابقا مع رابطة العلماء السوريين، واظن لهلا شغالة بعدها.
هي مجلة سلام وسلمى. طبعا هي المجلة هي تعليمية توعوية دينية، بتعلم الطفل من ناحية التعليمية، طبعا يعني تقدم ما تستطيع هي المجلة، يعني من ناحية التعليمية بتعطي مبادئ، يعني في كل عدد بتعطي مبادئ مثلا جزء رشيدي، يعني مبادئ جزء رشيدي مثل ما بيسموه أو الألف باء، فبكل جزء بتعطي أنه مستوى متقدم من هي المجلة، بالإضافة للتوعوية الابتعاد عن مخلفات الحرب. في عنا كتير مواد، يعني نحن نطمح أنه كل طفل خاصة تصلوا للطفل كأولوية. نحن في كتير مناطق يعني أصبحت آمنة أو شبه آمنة، يعني هاي المناطق لازالت تحوي على مخلفات حرب وهي تمثل يعني خطر كتير كبير. فنحن عم نحاول أنه عملنا مجموعة سلسلة كتيبات وبروشورات تحدث عن هذا الموضوع، بحيث أنه أي طفل يشوف جسم غريب مو يلعب فيه ومو يدره يبتعد عنه ويخبر الأشخاص الأكبر منه، أو إذا بيقدر يصل لجهات مختصة يعني بهذا الأمر. نعم، بالانتقال للحديث عن أنشطة أرتفول الإعلامية، كيف تسوق موادها أو كيف تنشرها، كيف تعمل على إيصالها لأكبر شريحة ممكنة؟ نحن ببداية بالأنشطة، نحن في عنا أنشطة خلينا نقول مدفوعة، وفي عنا أنشطة اللي هي نحن بنقدمها كمنح سواء للطلاب، خاصة في مجال التدريب. نحن في عنا مركز أرتفول للتدريب، كمان هو بتعاون مع منظمة قدرة، بنحاول كل فترة عنا في عنا سلسلة تدريبات، بنحاول كل فترة يكون في جزء من هالتدريب يكون للطلاب، طبعا هو بيكون هالجزء غير مأجور، بيكون مقدم كمنحة. فبهي الطريقة يعني بنحاول انه نوصل ل يعني اكبر شريحة من المجتمع، سواء كان مستوى دخله متوسط او منخفض، فهدول يعني اوريدي عم ياخذوها مجانا يعني. وهذا نحن بنعتبره واجب، يعني واجبنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع. لكن بالأعمال مثلا مثل فيلم أماني، كيف نشرتموه نحن على الجمهور؟ بداية أنه فيلم أماني أو يعني ليس بالتحديد يعني مو بالتحديد أي مادة مثل الفيلم، هو بالبداية ننشره على منظم، على صفحة المنظمة اللي طالبته، مثل ما هون منظمة القبعات البيضاء بالبداية نشرته هي، بعدين نحن بننشره على صفحتنا وبنعمل له ترويج حسب العقد أو الاتفاق. نحن أغلب الاتفاقات بيننا وبين مثلا الزبون أو الجهة اللي تطلب العمل بتتضمن أنه نحن ننشره على صفحتنا، خاصة إذا كان فيه محتوى توعوي. فنحن نشرناه على صفحتنا وعم نحاول أنه تواصل مع العديد من القنوات مثل قناتكم أنه عشان يعرضوه على شاشات هون وليصل لأكبر قدر، بالإضافة لليوتيوب. نحن يعني بصراحة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يعني روجنا له يعني بمبلغ مدفوع كتير كبير لحتى نحاول أنه توصل لهي الرسالة، وبالفعل يعني كان عدد المشاهدة يعني فوق 50,000 مشاهدة، فهذا كان عدد يعني رقم. نعم، كيف تأسس الفريق ومتى بشرتم بالعمل؟ شركة أرتفول ميديا تأسست ب 2014 المؤسس هو الأستاذ روني عبيد، هو المدير الشركة. نحن بصراحة بأرتفول نسعى لجذب أصحاب الكفاءات يعني وأصحاب الأفكار، فنحن في عنا بفريقنا كتير يعني من ناحية الفريق، نحن فريقنا هو مجموعة من الشباب السوريين أصحاب الأفكار وأصحاب الكفاءات، فنحن كل يوم في عنا مجموعة من الأفكار يعني اللي هن نفس الفريق اللي بيطرحوها، مثل عنا فكرة أفكار مشابهة لفكرة أماني، وهي بالمستقبل يعني إن شاء الله رح تظهر يعني وتكون لها دور بفائدة المجتمع. طب هل جميع فريق العمل من ذوي الاختصاصات أم أنهم أشخاص تدربوا ووصلوا إلى مستوى الحرفية؟
بالكبده هن كل الاشخاص الموجودين يعني وصلانين لمرحله من الحرفيه عاليه جدا. يعني نحن بنعتبر حالنا على كفاءه عاليه بالسوق التركي وعلى مستوى الاتراك والسوريين. بالنسبه لاصل الدراسه او شو دارسين فهو بيختلف يعني حسب الشخص. فمنهم دارسين هندسه، في منهم هلا عم كملوا بالجامعه، في منهم ادب انجليزي. اذا تعتمدون فقط على الكفاءه يعني بغض النظر عن بالاضافه الدراسة. نحن في عندنا دورات رفع مستوى، نحن مع معهد الجزيره الاعلام كما بتعاون مع منظمه قدره كل فتره بنعمل دوره، وهي الدوره الكل يعني لازم يحضرها، بالاضافه لانه هي الدوره هي غير ماجوره يعني فهي بتكون منحه من منظمه قدره. ومثل ما صار من بضعه ايام يعني من كم يوم كان في دوره بصناعه الفيلم الوثائقي، وكان في حوالي 24 شخص حضروا من تركيا. جميل جدا. بما أننا نتحدث عن الفريق سنتوقف مع الفيديو التالي الذي يتكلم عن مراحل إعداد الفيلم القصير أماني. بكل مشروع نحن نشتغل فيه بيكون ضمن استراتيجية معينة تبلش من مرحلة كتابة السيناريو، واللي هي بتكون بعد مقابلة العميل. بعد مقابلة العميل وبالنسبة لسيناريو أماني، نحن حددنا الفكرة العامة والأهداف اللي بيخدمها السيناريو، استناداً على دراسة قدمتها المنظمة وعدة دراسات كنا بنبحث عنها لعدة جهات ومنظمات مختلفة. وبدأنا بالستوري بورد بعد ما انتهينا من الكتابة، واللي هو حولنا الكلام لسكتشات مرئية مع تفاصيل ورؤية أكبر، وهي المرحلة بتسهل عمل الرسام عملية الإنتاج لاحقاً. بعد ما جهز السيناريو درسنا شخصية أماني وكيف لازم يكون عمرها، شكلها، شو لابسها، شعرها، حتى كيف لازم تتطور خلال مراحل الفيديو، البيئة اللي عايشة فيها. أحياناً كان لازم نلعب بموضوع الإضاءة في بعض المراحل، الموضوع ما كان سهل بس كان ممتع. في مرحلة التحريك استخدمنا برنامج الموهو وهو الأنيم ستوديو سابقاً. طبعاً مرحلة التحريك كانت على 3 مراحل، مرحلة الهيكل الشخصية، تركيب هيكل الشخصية، والمرحلة الثانية هي تحريك الشخصية، والمرحلة الثالثة هي تحريك البيئة المحيطة بالشخصية. طبعاً ساعدني بهاي العملية ليلى حنا، شكراً لها كثير. وبعد هاي المرحلة ننتقل بعدها لمرحلة السبيشال افكت. ضفنا للفيلم مؤثرات خاصة لتعطي حياة للحركة أكثر. صحيح هي المؤثرات كانت بسيطة سواء بصرية أو صوتية، بس كان لها دور كتير كبير لنشوف الفيلم بشكله الأخير. لن أقف مكتوفة الأيدي، فأنا من أقوم برسم مستقبلي. سيد نور، قسم من نشاطكم هو للتدريب على العمل الإعلامي، لو تحدثنا عن الدورات التي تعملون عليها أو تشاركون في عملها أو تنظيمها. بالنسبة لأرتفول عندها خطة شهرية كل شهر، خطة سنوية كل شهر لازم يكون في دورة، سواء بالعمل الإعلامي، العمل الصحفي الإعلامي أو العمل الإعلامي التقني. العمل الإعلامي التقني هو التدريب على أحد البرامج، سواء برامج أدوبي بريمير، فوتوشوب، إنديزاين، أو البرامج الثانية الموجودة. عنا فترة قريبة دورات بثري دي ماكس، وعنا دورات بالجانب العمل الصحفي الإعلامي الصحفي. هون بيكون هاي مثل ما ذكرت لك بالتعاون مع منظمة قدرة والتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام. طبعا كل دورة هي بتكون دورات الجزيرة بتكون مو مأجورة، لأنه هي كلها مدعومة من منظمة قدرة. فأي الموجودين جواتها يعني ما بدفعوا أي رسم عالية. بالنسبة للدورات اللي بتقيمون أرتفول اللي هي بالعمل التقني كتدريب على البرامج، بتكون في جزء منها مأجور وجزء الثاني بيكون كمان منح، سواء عن طريق أرتفول نفسه أو عن طريق أيضا منظمة. طب بالنسبة للمنح التي تقول عنها، كيف يتم انتقاء المستفيدين؟ هنا كمان في جزئين للموضوع. يعني بالنسبة للجزء الأول حسب الدورة المقامة، فهي في عنا دورات مثل من فترة كان عنا دورة
برامج التصميم إلستريتر وفوتوشوب وإنديزاين. كانت هاي الدورة بتبلش مع الطالب من الصفر، فكان الطالب اللي مستواه متقدم مو محتاجة هو بالأصل، فنحن بنختار الطلاب اللي بكون مبتدئين، يعني خلينا مبتدئين أو مستواهم ضعيف، فنحن هدول هن المستهدفين في هالنوع من هالدورات. طبعا المستوى المتقدم يكون لهم يعني غير نوع من الدورات. بالإضافة في عنا موضوع تاني اللي هو نحن بشركة مستقبل المتدربين، في عنا كل 3 شهور مقعدين لمتدربين اثنين. طبعا هدول المتدربين نعطيهم أجر رمزي يعني بيكون، بالإضافة إنه نحن من قبيله مهاراتهم بالجانب اللي هن عم يشتغلوا فيه. مثلا عنا نحن متدربين على التصميم، نحن بنشوف شو نقاط الضعف عندهم ومنطور لهم اياها، بعدها بنحاول نأمن لهم عمل سواء عن طريق المعارف يعني اما بالمنظمات او اما في عندكم في طبعا هذا لازم يثبت حاله يعني كثير لحتى يكون عندنا. اكيد. هل لديكم احصائيه لعدد الاشخاص المستفيدين من الدورات التي عملتم بها او نظمتموها مع اطراف مشاركه؟ هلا احصائيه دقيقه انا ما عندي، لانه اغلب الدورات اللي صارت هي مع منظمه قدره، ف يعني هي سلسله دورات يعني ومو جديده قديمه، فانا العدد بالضبط ما عندي. سنتوقف الان قليلا مع فيلم عن عمل المؤسسه ونعود. أنا يزن، عمري 8 سنوات، وقت قصير فقط يفصلني عن استلامي للمساعدات المعتادة. عاملو الإغاثة تعرفوا علي تماما خلال هذا العام من صور التي باتت تتحدث عن تفاصيل حياتي في هذه الخيمة. تلك الكاميرا باتت تأخذ جزءا من روحي مع كل صوت أو إشارة يمليها علي ذاك الرجل، ليقوم الرجل الآخر بالتقاط بعض الصور وهو يعطيني ذاك المبلغ الزهيد، ليعود بي الزمن إلى مكان ما ليس بعيدا. صعدت إلى المسرح وكل أمل بأن ما كسر قد يصلح. وقفت مكرما عن إنجاز بسيط كان بمثابة انتصار لي، وشعرت بأن تلك الشهادة هي بداية جديدة، لكن لم يعد لتلك الشهادة أي فائدة. التنفس صعب للغاية هذه الأيام، هي حقيقة. تنفس والدي كان صعبا حتى تمكنت من ابتكار أداة تساعده على التنفس، لم يعد لها فائدة، فأنا فقط بقيت أنتظر في كل يوم مساعدة، وأتحول مع كل صباح إلى عاجز عن تنفس الإنسانية عندما ماتت مع تلك الصورة. بعد وصولي إلى هنا كن أنت مكاني، لا تقم بإظهار وجه الطفل أو الشخص المستلم للمعونة، وإن تم طلب التوثيق فيجب أن يتم هذا الموضوع بشكل سري، ولا يجب تداول صور مستلمي المعونات على شبكات التواصل. كن صاحب رسالة، قم بتصوير اللقطات الإيجابية المتولدة من المعاناة كتكريم طفل أو طفل يبتسم. دعنا نكن رسالة جميلة للعالم. فكرة عميقة طرحت في الفيلم السابق، لو توضح لنا لمن كان هذا العمل وكيف عملتم على الفكرة؟ بصراحة أنه هذا الفيلم يعني بداية كثير أثر فيني، ونحن يعني خاطبنا فيه حاجة المجتمع يعني في كثير من يعني من الفقر بالمخيمات أو حتى بالمدن التركية. فبتلقوا أغلب المستفيدين أو الموجودين، الناس الموجودة بتلقى مساعدات من المنظمات أو من جهات مختلفة. يعني للأسف بتم التوثيق بطريقة غير صحيحة، يعني هي خارج الإنسانية، الإطار المهني الصحفي والإطار التوثيقي، يعني حتى أنه يعني خارج معايير الأوتشا هو هذا. فنحن حاولنا أن نوضح حتى بداية للمستفيدين هنا بحد ذاتهم، أنه أنت وقت تستفيد من أي عمل أو من أي خدمة أو من أي شيء في وطلب منك توثيق، فأنت لك حق أما ترفض أو حتى إذا وافقت لازم يكون في شروط يعني تكون أنت مطلع عليها بداية، وما تكون فيها إهانة أو إذلال للشخص المستفيد من أي مساعدة أو خدمة هو حصل عليها.
صعوبات كبيرة تواجه العمل الإعلامي سواء في الداخل السوري أم في خارجه، لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم. العمل الصحفي بصراحة يعني محفوف بالمخاطر، خاصة أنه يعني سواء النظام بإمكانه أنه يوصل يعني لبعض الناشطين يعني. فبالنسبة لتركيا يعني نواجه صعوبات إن هي عدم مثل تصريح التصوير أو الوصول لبعض الأماكن البعيدة يعني بالمخيمات خاصة. أما بالنسبة لجوات سوريا فيعني الاستمرار الحرب، القصف الدائم يعني خاصة أحيانا استهداف الصحفيين كما استهداف الأطباء والأماكن المدنية والدفاع المدني، فهو يعني الضربة تكون مركزة على الصحافة لإخفاء يعني محاولة لإخفاء ما يدور يعني بسوريا. صعوبات تقنية هل لديكم؟ طبعا بالنسبة للأجهزة طبعا في يعني موجة عامة من يعني الفقر، أحيانا الأجهزة المطلوبة أنه توصل لجوات سوريا تكون تكلفتها عالية يعني، خاصة إذا واحد بده يشتغل على برنامج بكون يعني تقيل شوي، فبطلب جهاز مستوى عالي بالإضافة للإنترنت وخاصة في الأماكن البعيدة عن الحدود التركية، فبكون الإنترنت كتير غالي وهو كتير يعني ضروري لأي عمل يعني، صاير هو مثله مثل الكهرباء يعني، فبدون الكهرباء ما فيك تشتغل. أساس من أساسيات الحياة. نعم. ختاما، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ حاليا في عنا مجلة عم نسعى قريبا لإصدارها وهي مجلة أرتفول. مجلة أرتفول بتستهدف المجتمع العربي السوري تحديدا بتركيا وبكل البلدان العربية، تهدف للتطوير اللي عنده حس تصميمي أو حس فني، فهي بتطوره وبتقدم له نصائح سواء نصائح معرفية، نصائح في آخر تحديثات البرامج أو حتى في الرسم، في كل ما يتعلق بالأمور الفنية. جميل جدا، أشكرك ضيفي نور عقاد مدير الإنتاج في مؤسسة أرتفول لحضورك معي في حلقة اليوم. أنا بشكركم. شكرا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى نهاية حلقة من برنامج سواعد أمل، لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.